لك لو جيت لعندي على المحل مو احسن لك ابو حدو؟ خلصنا لك ديبو، صار لي يومين ما طلعت من البيت ما بتشوف حدا، عم روح اجيب اغراضي ارجع بسرعه، خايف الكبير يشوفني يوكلني بشي مهمه صعبه، حاكم وين ما بشوف واحد بيلزقه مهمه. ما علينا ابو حدو، اسمع القصه لك ابو حدو. يلا هات لشوف. هذا يا سيدي في واحد عنده سوس مشكلجي. سوس ومشكلجي؟ ايه لك ايه مشكلجي، لك وين ما يحط هالصوص بيعمل له مشاكل. صور لك يا ابو حدو، حطه مع ديك قام رجع لقاه ناتف ريشه للديك. شي شي الصوص ناتف له ريشه للديك؟ حطه مع الافاعي، رجع لقاه الصوص رابط الافاعي وكامش وحده من بيناتهم عم ينكش فيها اسنانه. شي شي لك معقول الصوص يربط افاعي وينكش اسنانه بوحده منهم؟ ايه شو هالصوص هاد؟ فمثل ما عمل لك ابو حدو، بعدين وينه قرر انه يربي له صوص، قام اخده وزدته بالصحراء ورجع. ايه بعد فتره شفع عليه وقرر يروح يجيبه، قال حرام، قام راح على الصحراء قام لقى الصوص مرمي على الارض ومعبى تراب لكو ميت. لا لا يا حرام شو، مسكه بين ايديه بده يشوفه، قام الصوص نطف له شواربه وقال له اتركني يا ابن الحرام لك عامل كمين للصقر. حلوة 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 لك، شو هالصوص هاد؟ لك دخلك ديبو، الصوص بيتاكل نحمه. شو ها؟ يعني قصدي الصوص بيتاكل نحمه. شو هاد نحمه؟ خلاص انسى السيرة انسى السيرة. لا ما راح انساها، اللي قصدت لحمه يعني؟ هاي هي الكلمة. وليش ما بتقول نحمه؟ كلام بسرك يا ديبو، انا عم عاني من هالقصة كتير. انو قصة؟ اللي انو قصة؟ ما بتطلع معي هاي الكلمة اللي قلتها انت الا نحمي. شي لك والله مشكلة ابو حدو، كلمة لحمة ما عم تطلع معك. لك شلون بدها تفهم عليك مرتك؟ لك بركي شي مرة قلت لها طبخي لها شي شبرك باللحمة، شو بدك تقول لها؟ ما هي المشكلة يا ديبو، لك كل ما بدي اقول لمرتي طبخي لنا شي شبرك باللحمة ما بتفهم علي، بعود بقول لها طبخي لنا جزمز. ايه جزمز قلبي. بسيطة ابو حدو تزبط، بس وينك بدها شوية تدريب. قول وراي لشوف ابو حدو. لحمه نحمه لحمه نحمه لا 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 لحمه نن نن نحمه لحمه لك لحمه لحمه لك نحمه. وين رجعتي البري؟ صبي لي فوزيه. يا عيني ابن عمي. يلا قولوا بسم الله على شو. بسم الله دائما تقبر قلبي. كل ليش ما عم تاكل؟ انت بدك تروح على الكتاب ولازم تدرس منيح. صحيح يا ابي، بدي اخذ منك متليك قبل ما اروح. مشان ايش المتليك ولا؟ يا ابي بدي اجيب شوية وراق وقلم. لسه امبارح اخذ مني متليك؟ ان شاء الله كل يومين بدك متليك. شو بدي اعمل يا ابي؟ لزوم الدراسة. شو الدراسة هي؟ العمى ما بتخلص دراسة الا بكون محطتني اللي فوقي واللي تحتي. اذا بتتخرج زعيم من وراء الدراسة ما بقى توفي معي. نبير كول. مو جايني نوم يا بي، مو جايني نفس آكل. كول ابن عمي كول تقبرني، لا تهز بدنك أبدا. شو بتحب أطبخ لك اليوم ابن عمي؟ شاكرية ورز باللحمة؟ من دون لحمة؟ أبو عبدو تقبرني إن شاء الله، والله صلنا شهر ما شفناها للحمة، بقى بركي متجبلنا هيك شي نص كيلو بالقلبنا فيه. الله يوفقك. نص كيلو لحمة؟ حسبي الله ونعم الوكيل على هالنهار. لك شو صار لكم؟ طلبات 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 لحمة ومتليك وهي ما عارف شو. روح عني ها. تعال تقبرني، تعال كمل أكلك. ما بدي، سكرتوني نفسي. طالع واقف على باب الساعة شب شوية ها. عجبك هي؟ هي هربتي للرجال؟ ايوه علينا. إيه شو حكينا؟ إيه كله نص كيلو لحمه قلنا لهم بالقلبنا فيه. إيه بعدين شو انا عم بطلبها الي لحالي؟ ما الك ولا ابنك بركي بيفتح مخه. إيه بعرف انه لأن كلياتنا، بس انت ضروري تطلبي نص كيلو. يخرب بيتك، مرقي له اياها شوي شوي. اطلبي نص سوقيه لحمه. نحمي 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 لحمي. لك طلعت معك، طلعت معك. واقف 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 عندك ابو حدو. شو عم تحكي ديبو؟ طلعت؟ ها ها عرفت شي هلا. شو هو؟ انت كل 99 مرة بتقول فيها نحمة، لكل 100 بتطلع معك لحمة. يعني متأكد ديبو انه هي على 100 عم تطلع؟ مثل ما لي شايفك كنت عم عدل لك ياها. ثلاث مرات عدتها وعلى 100 تطلع معك لحمة. مشان هيك ابو حدو روح جيب لك كيلو لحمة من عند اللحام
وانت جاي على الطريق تسلى قول لحمه 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 وينك على 99 كون قدام الباب فوت لعند مرتك ولا اعملي لنا شي شبراك باللحمه لك روح الله يخلي لنا اياك يا احلى طبيب بالحاره لك وهي متليك بتستاهلوا ايه علي الطربه اهو ليكو عم يرنرن سوك اسلموا بحدوه على راسي يلا يلا ها هاي منشف الي هو حبيب قلبي روح لك دايا نسيت هاي روح خود عطل نشوف روح يلا بدك شي وحدوه بدي سلامتك حبيب قلبي الله معك يلا 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 روح يا احلى طبيب بالحاره الله معك سلم الرايح وجاي الله معك ايوه نحمي واحد نحمي اثنين نحمي ثلاثة نحمي أربعة نحمي خمسة نحمي ستة نحمي سبعة نحمي ثمانية بيش بيش قتلوا طرفوا مع بيش 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 قتلوا وين ديبو؟ شو وقع ايه؟ علينا بعبدو والله كنت عن جارك أبو حدو عم بحلق له شو؟ والله أنا أبو حدو ضارب علاوي ما رايح لي إلا بيته شي فوت احلق لي فوت فوت لا حبيبي لا الحقني على الدكان لانه اليوم طولت ما فتحت الدكان انكو تكرارك لك ديبو هلا بحد احسن مني ولا الا يلا فوت لحلق فوت امرنا لالله خد طريق خد طريق روح ما بدي جوا باخذ طريق روح نحمي 95 نحمي 96 نحمي 97 نحمي 98 نحمي 99 زوزية تعال عندي يا زوزية يا روح على زوزية نعم أنا رايح جيب لك كيلو لحمة ومنشان شو اللحمة؟ مشان نعمل شاكرية بالنحمة شاكرية بشو؟ أنت ليش بتكتري أسئلة؟ ايش شو حكيت والله ما حكيت شي ليش بتعصب اصلا ما فهمت عليك شو بدك تك يلا بعبدوه الكلام بسرك لك ابو عبدوه ايه عرفت لك شغله انا وحده بتطير ضبال العقل شو هي لك وينها كلمه لحمه ما بتطلع معه بتطلع معه كلمه نحمه نحمي شلون شلون ما فهمت عليك لك هيك عملنا يعني ما بيحسن يقول لحمه منو منو ما بيحسن بقول نحمي نحمي يا لطيف على نصيبه بس وينك ابو عبدو ايوه انا لقيت لك دباره له شلون يعني حسيتك لك يا ابو عبدو بيقول 99 مره كلمه نحمي إيه؟ لك المية بتزبط معه بقول لحمه شو الشغله هي الله بقي لك يا ابو عبدو انا ماني سمعان ولا مره عم يقول وراح يجيب لحماته هلا هلا هو هلا هو على الطريق راح ايه راح يجيب شي كيلو يعني كيلو يسلموا هديه شباك شباك لا طب كثير حلوه لك لسه ما خلصنا شباك ابو عبدو بطلت احلي هلا انا شي يومين ثانيات بمر لعندك على الدكان بحلي لا يا ابو عبدو بعد ما فرضنا نعد لك ابو عبدو تذكرت شغله انا الزعيم طالب مني اني روح على الغوطه مشان شباب بتعرف انت ايه؟ ما فينا نتاخر على الزعيم ضبط بغراض لا 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 الزعيم ما فيك تاخر بنو عرفت شلون شو حط البشكير هذا بشكير انا اتركه شوف 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 زيك عمي الله معك يبو سكر الباب وراك يلا يا وقع عبدو تعال عندي يا ابو تعال مور يا بي يا بي ركز معي فتح مخاك نحمي 96 نحمي 97 نحمي 98 نحمي 99 لك شه شه لك 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 يا عبدو على قصة العمى سرق اللحمة زوزية زوزية يا زوزية خير خير ابن عمي شبا ابن ابو عبدو عبدو شبا سرق لي من احمد سرق لك شو غيبي لك شي 10 دقايق ورجعي روحي روحي
نحمي واحد، نحمي اثنين، نحمي ثلاثة، نحمي أربعة، نحمي خمسة، نحمي ستة. وهي اللحمات يا أبي؟ لك وطي حصة، وطي حصة حتى تفتحنا. ايه هات لشوف. ايش واللحمة الظريفة هي؟ يا عيني عليك. بل بري عليك، نفذت يلي قلت لك عليه تمام التمام. يوا حميل حالك وروح على الكتاب لشوف. شو مشان متليك يا أبي؟ شو بدها؟ متليك. متليك. ايه بتستاهل مسيك لقلا لقيا متليك لك لأنك نفذتلي اللي بدي اياه. هات هدول مسيك حالك واوعى تطلع منك شي كلمة هيك ولا هيك. ها ماسك حالي يا بي ما بحكي شي قدام حدا. ايوه وخذ بالك من لسانك اهم شغلة لانه لسانه بيخدو. لك بطعوا لساني اذا بحكي يا بي. لانه اذا حدا عرف ممكن تصل للزعيم يفضحونا. يلا تيسر على الكتاب يا بي روح. والمتليك يا بي؟ ولا هنساوي لك أكلة ظريفة روح خلصني العمى. يا فتحية فتحية تعي لعندي لهون. نعم ابن عمي. شرفي. شو هاد هي اللحمة؟ ايه هدول أكتر من نص كيلو ابن عمي. شو نص كيلو؟ هدول بيطلعوا شي كيلو. ولو يا بنت عمي معقول تطلبي مني طلب وما لبيلك يا أنا بحبك. لك روح الله يخلي لي اياك ربي ويديمك فوق راسي يا مدللني يا مسدتني يلي ما بترفض لي طلب. ولا تخلصينا بقى روحي سوي لنا اياهم شاكلين بلحمه. على عيني ابن عمي. لك يعني انا بنت البطه الصانع هي بتلبي لي طلباتها وانا ما بتلبي لي طلباتي. وانت شو طلبتي حبيبتي؟ حبيبتي اقل لي اياها هيك على طول ابن عمي. طلبت منك اسواره ذهب مشان زين ايدي فيها. ذهب؟ ايه ما بيغلى عليكي. هلا انا راح اشوف هو اذا بيقول بدال الذهب حطب اعتبري ذهبات مرته كلهم صاروا لعليك. منو ها؟ شو بدك بالشغله انت؟ يلا روحي روحي ساعديها بالشاكريه بلحمه يلا. حبيبتي عسل طالع من تمك ابن عمي. خلاص بنت عمي. نحمة 97 نحمة 98 نحمة 99 زوزية تعال عندي زوزية. هذا عبدو ابن ابو عبدو سرق لي اللحمات. يخرب بيته عبدو على هالترباية. ليك ما بتسكت له بتحمل حالك بتروح لعند الزعيم. شو بدي له للزعيم؟ بتقول له للزعيم شو صار معك بالضبط؟ قل له ابو عبدو بعت ابنه سرق لك اللحمات وانت ما راح تساوي شيء لتشوف حضرته شو بده يشور عليك. هيك قلت؟ طبعا هيك ونص. معناتها لبلش من هلا مشان يفهم علي الزعيم. نحمي واحد، نحمي اثنين، نحمي ثلاثة، نحمي أربعة، نحمي خمسة، نحمي ستة، نحمي سبعة. شو هي نحمي واحد، نحمي اثنين، نحمي ثلاثة؟ لك الله يسلم هالإيدين يا أبو عبدو يلي ما بترفض لي طلب. شو هاللحمة هي اللي جايب لي إياها؟ عجبتك؟ ايه شو عجبتني؟ ايه الله يشهد جايب لي احلى لحمه. ايه بعدين كيلو هي مو نص كيلو. لك يسلم ايديك ويخلي لي اياك يا رب ويديمك فوق راسي يا حق. ايه والله خلي لنا امك البقره يلي جابتك. شو هذا ابو عبدو؟ هلا هيك انا امي صارت بقره؟ ايه امك لو ما كانت بقره ما كانت جابت لنا هالقشطه. يعني انا قشطه ابو عبدو؟ ايه قشطه. شو درتي؟ ادرينا بانه امك طلعت باره. خناني قل الاكلك ايش غرتي لانه ابن عمي شايفني بعيونه عشتا ايه ها طقك ها طقك انتي. صار وقت لازم نشغل لقشاط بقى. نحمي 91 نحمي 92 نحمي 93 نحمي 94 نحمي 95 نحمي 96 نحمي 97 نحمي 98 نحمي 99. ابو حدو نعم. شو شربك؟ لا ما بدي شيء بس اشوف الزعيم. يلا دقيقتين بيكون هون. ماشي. طب قل لي شو شربك؟ لو عامل لك ما بدي شيء بشوف الكبير بس عجزنا معك تصطفل. لك حل عنا يا شي. الله يعطيك العافيه. وين صرنا؟ نحمي واحد نحمي اثنين نحمي ثلاثة. واحد
نحمي 98 نحمي 99 واخر وحده خليها للكبير. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا يا كبير. قل لي لشوف شو عندك اليوم يا ابو حدو. يا زعيم ابو عبدو سرق لي اللحمات. زعيم جيب لك كاس شاي. ايه جيب لي كاسه وحليها. امرك زعيم. ما فهمت عليك، شو سرق لك ابن ابو عبدو؟ النحمات. مرحبا يا مو. اهلين يا مو، شو برايك اليوم جاي على بكير؟ ايه يا مو صرفونا على بكير اليوم، وينو ابي؟ راح لعند الكبير. ليش خير شو في؟ هذا عبده ابن ابو عبده المقصوف الرقبه سرق له لحمات لابوك وراجع على البيت. يه يخرب بيتك يا عبده، انا برجي. ايه روق يا مو روق، ابوك راح لعند الكبير لحتى يشوف شو بده يقول له. يا مو شو روق ما روق؟ هلا اذا ابو عبده عمل اول دق نداله مع ابي، شو بنقول له؟ بنقول عنه حقير. ماشي. واذا مره ثانيه رجع عاد دق النداله وعمله مره ثانيه، شو لازم نقول عنه؟ منقول عنه أحقر من هيك ما في. وإذا رجع عمل دق ندالة ثالث مع أبي، شو منقول عنه؟ بيكون أبوك مسخرة، خلصني بقى. السلام عليكم. عليكم السلام. بيدك زعيم. واصلي واصلي. خير يا كبير؟ قالوا لي إنك طالبني. أبو حدو اللي طالبك يا ديبو. في شي ما عم بفهمه، قال أنت بتترجم لي إياه. خير أبو حدو؟ شو في؟ اليوم انا وشاري النحمات وراجع على بيتي، هجم علي ابن ابو عبد المغضوب واخذ النحمات كلهم. ترجم له اياها ديبو، ترجم له اياها. ايوه يا كبير، قصده ابو حدو انه ابن ابو عبد سرق له اللحمات. وليش عم تقول نحمه ما عم تقول لحمه؟ يا كبير ابو حدو ما بتطلع معه كلمه لحمه، بتطلع معه نحمه. مشان هيك انا فهمت شو صار. شو صار؟ هذا يا كبير رحت لاحلق لابو حدو ببيته، وانا طالع من عند ابو حدو شافني ابو عبدو، قام كمان طلب احلق له ببيته. لك لا ولا افتح يا ابي، لا افتح الباب. لك شو يفتح؟ انا ما بطلب منه يفتح. مين جاينا بهالوقت ها؟ قوموا ضبوا الشاقية بلحمة وجيبوا لكم شي صحن مسبح حطوه محله. يوه ليش ابن عمي شو سارقين سرقة نحنا؟ خرسي وعملي اللي عمل لك يا. يا عبي مين وقت؟ قال الزعيم بده اياك. الزعيم بده يعني انا ليه؟ والله ما بعرف يا عبي، ليكون عرفان يا عبي الزعيم شيها. طف من تمك، فعل الله ولا فعلك، شلون بده يعرف؟ ما بتطلع معه الكلمة. يا عبي شو هي ما بتطلع معه؟ لك شو بدك بهالشغلة؟ خراس وكل انت التاني، يلا كلوا لبينما نروح نشوف شو الموضوع انا. حمار المصيبة. تقبرني يا عبدو، اللحمة من وين جايبينها؟ سرقة من عند ابو حدو يا مو. يا حبيبي، يعني نحن عم ناكل حرام؟ جايب ديبو لحتى يترجم له اياها، هاي ما حسبنا له حساب. زعيم انا اللي صار، ابني الله يخلي لكم اولادكم هو اللي سرق له النحمات، وانا كنت ناوي رجع له اياهم اليوم للنحمات. ترجم له ديبو، ترجم له. صراحة ابو حدو انا وقفت مع الحق، ولو بعرفه بده يروح يفشيها بالحاره ما كنت خبرته. حصل خير، بس اخذت قاعده ما بقى اعطي سري لحلاق. هلا هيك طلع معاه؟ هيك طلع معي، كانت القصه بيني وبينك، ليش فشيتها؟ وليش حضرتك يا ابو حدو كل شغله بتصير معك بتروح تبقى للكبير؟ اه لك القصه كانت بيني وبينك بين ابو عبدو، هلا من وراك انت الحاره كلها دريت. ضب لسانك لما تحكي فيها. وليش حضرتك انت ما اخذت حقك بايدك يا بي؟ لك ديبو اذا عضك كلب ترجع تعضه؟ اطرح